الفترة عطاتنا واحد درس نموذجي ديال المغاربة كاملين اللي خصنا نتمسكوا بهذه المسيرة ديال التنمية التي إذا كانت المسيرة الفترة مستمدة من القرآن الكريم بالضبط من سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا وكذلك من البيعة بين الملك والشعب فإننا نحن سائرون في هذه المسيرة مسيرة العطاء والتنمية مسيرة العلم ومسيرة الازدهار وقد جسدتم ذلك من خلال العرض الذي قدمته التلميذة مشكورة من نادي البيئة والتنمية المستدامة تحت إشراف الأستاذ سفيان حميد مشكورا ثم كذلك اللوحة التراثية اللوحة التراثية المادية التي جسدته التلميذة إذا باسمكم جميعا باسم الإدارة التربوية وباسم نادي البيئة والتنمية المستدامة وباسم الخطوط التربوية نحتفل اليوم بذكرى عيد مسيرة فترة وشكرا لكم. باسم نادي التربية المعطلة وحقوق الإنسان ونادي البيئة والتنمية المستدامة وباسم جميع العضو الإدارية والتربية المؤسسة أوجه تحية وشكر للمجموعة التي شغلت معي في هذا المشروع